كونسيرن اكتر بشورتر فيجن. الشير هولدر ويلث ماكسمايزيشن. اوكي، في كلمه دايما بيستخدموها اسمها نت وورث. نت وورث بتتقال على الاشخاص اكتر كمان. نت وورث الناس اللي هم المالتي بليونيرز يعني. كيكو اكتر هقولها بعدين، كاتبها في السلايدز اللي انا هقولها بعدين، خليني اقولها دلوقتي. النت وورث يعني البلدي كده الشخص ده شاكل راكب بيسوى كام؟ طيب شخص دي اشياء مع دونالد ترامب، او ناس عاشتها في امريكا مع دونالد ترامب. دونالد ترامب معلش ممكن بقى وراك ده في امريكا، مش عارف والله الباب ده مزيكا. دونالد ترامب راجل شغلته وعمل زي كده طلعت مصطفى ودره والمشرف كده. هيز ا فيري فيري جود ريال ستيت ديفلوبر. فجه هو راجل قصته يعني شويه تابع في التلفزيون وشويه هي لايك سبين يعني وما علينا. فجاء في وقت من الاوقات عنده بروجكتس كتيره قوي ليتس سي زي نحلة مثال الدره المشرف، بس طبعا على السكيل بتاع امريكا، وعنده قروض كتيرة جدا من البنوك، والقروض كلها ريليتد ايه؟ فاكرين الرسمة معلش نتخيل هنا اللي انا كنت موريها اللي هي لونز وفي مورجيجز وبتاع. المورجيج زي اللون بس ليها علاقة بالريل استيت عشان بس. طيب فجم اتلموا الكلام ده اي بليف ان هو اخر التسعينات او اول الالفينات، بعيد عن ان هو بتاع الرئيس والعك ده كله ما كانش فكر في السياسة. ف مش قادر يدفع ما بيبيعش المنتج بتاعه اللي هي البروبرتي، وطبعا الحاجات بتاعته يعني سيبكم في عنده بروجكت كبير قوي في اللي هي معاها المشكله دلوقتي اللي هي عماله كل المشكله دي يوكرين لو انا مش غلطان. فعنده بروجكتس كبيره يعني باختصار ما بيبيعش وعليه قروض يدفعها. البنوك عملت ايه؟ راحت لمت نفسيها الموضوع ده عكس بقى. هما اللي لموا نفسهم وقالوا تعالى نجدول اللون بيمنتس بتاعت الشركه بتاعت بروبرتي عشان لو احنا وي كانوت افورد ذا جو باك ما نقدرش نستحمل ان هو يخسر. لان هو لو خسر وطلع اوت اوف بزنس عادي القانون هيحكي هناك اللي هو البانكروبسي اللي اكيد كلنا بنسمع عنه. خلاص وهيقعد في بيته دي شركه وكله زي الفل يعني، بس البنوك دي هي اللي هتعاني. فهم اجتمعوا عملوا له اعاده جدوله الايه؟ طب ليه عملوا ده؟ عشان النت وورث بتاعه عالي. قيمته. اتفضل. لا مش انا بس بحكي القصه عشان انا ما بحبش دونالد ترامب اكيد يعني، بس بتكلم على بالظبط النت وورث بتاعه عالي. هو ليه فاليو الاسيتس بتاعته ليها فاليو بالظبط. سو دي كانوت افورد ان هو ايه هي جو اوت اوف بزنس. هي جوز اوت اوف بزنس ذاتس مين ذات الانترست انكم اللي عند البنوك فيه از جون. فهم احسن لهم ان هم يقعدوا مع بعض يتفاهموا يرحلوا المكسب بتاعهم اللي هي الفايده. يعني هو مثال زي ده لما هنروح بقى للاقتصاد الاسلامي هنلاقي اسمان الناس برضه ده احد الاقتصاد الاسلامي از نوت مش موجود. يبقى في رؤيه ليها من حته ليه؟ لان المخاطره متاخده. لو افترضنا بقى هو ما اسموش دونالد ترامب اسمه احمد، يبقى احمد والنظام الاسلامي واخدين مخاطره مع بعض. فتيجي القصه دي مش هتيجي القصه دي. طيب يبقى احنا دول الاوبتيمال اوبجكتيفز اوف هذه الماده. بروفيت ماكسمايزيشن الميزه بس في موضوع النت وورث او الشير هولدر ويلث ماكسمايزيشن يعني تمتاز عن دي ان دي دايما بتبقى بصة يعني دي على شورت بيريود ودي بصة على لونجر بيريود. تمام؟ ببص وانا بكونسيدر الشير هولدر ويلث ماكسمايزيشن از ان اوبجيكتيف بفكر في حاجه اسمها تايم فاليو اوف ماني. والله هنتكلم عليها النهارده ان شاء الله بكره. هتكلم بفكر في الديفيدنس الحاجه اللي احنا كنا بنقولها هنا هندفع لوائل واحمد ولا لا صح؟ دايما زي ما قلت دي لونجر فيجن ودي شورتر فيجن. بص على
على فتره قليله هعمل فيها بروفيت، ومش معناها ان انا ما عنديش خلاص 5 years plan. بس كلمه بروفيت ماكسمايزيشن يوجوالي اتس ا شورت الشير هولدر ويلث ماكسمايزيشن اتس ا لونجر. ماشي، دول كده ايه التو اوبجكتيفز بتاعت الماده اللي احنا هنرجع تفصيلا فيها دي اربع اسابيع. اكشلي بقى في اوبجكتيف تاني الا هو ايه؟ هي كي سكسس كي المفتاح كي سكسس تو بزنس. انا بحاول احسب خطوه برضه ما تسميش ما انا بعمل الاثنين مع بعض عشان دي فيها رسمه جايه فيها رسمه بزنس اوبريشنز. ماشي، يعني واحنا ماشيين كده غصب عني هتلاقوني ايه بركز على حاجه لما اقول ايه ده الكور بزنس ده الاوبريشنز بتاعنا. قبل ما اخش بس في الاوبجكتيف ده ليه هتلاقوني بركز عليها؟ انا ببص على حتت معينه في الفاينانشال ستيتمنتس على ريشوز معينه عشان اعرف انا رايح ليه حضرتك عامل كده؟ الكلام مش يوم جمعه ساعه الصبح ابدا صح؟ طيب ال يعني عايز ابص ايه اللي عندي اي نمبر ليتس سي كاش او بروفيت حتى نتكلم عن الحاجات دي. هل هو كاش ولا هو اللي هو بروفيت جاي من الاوبريشن ولا مش من الاوبريشن؟ ده هيفيدني ايه؟ برضه كراجل فاينانشال مانجر حاضر هيفيدني ان انا هاخد قرار ان انا في اتجاه معين هذا القرار في الاتجاه المعين ده اقدر اقول ان انا هانس في الاوبريشن. هديكم مثال، انا كان عندي مثلا بروفيتس يعني مثال سريع وبرضه في السلايدز هنعدي عليه تاني. انا عندي بروفيتس اخر السنه بمليون جنيه وانا في البيزنس اوف سيلينج الكوفي بتاع دانكن دونتس. فاللي يبص من اول واحده يقول بس المليون جنيه مبيعات كوفيز ودونتس. اجي اخش بقى جوه الفاينانشال ستيتمنتس الاقي ان هو كانوا فتحوا فرع 6 اكتوبر وبعد شهرين ثلاثه لقوه مش شغال فباعوه فكسبوا فيه بقى طبعا ريل استيت دلوقتي هو ده وقت الريل استيت في مصر او كان يعني كسب فيه من المليون جنيه الكاش جاي من ضمنهم 300,000 مكسب في المحل بتاع زي دوري اكتوبر. يبقى انا عندي كاش فروم اوبريشنز كام؟ 700,000. يعني الكور بتاعي اللي هو سيلينج الكوفي والدونتس جابوا لي 700,000 بس. وال 300,000 محتاجه ابقى انا عارف كديسيجن ميكر كراجل بيبص على الانفستمنت والفاينانسنج ديسيجنز محتاج يبقى عارف ان البيزنس بتاعي اخر السنه جاب لي كاش من الاوبريشنز بتاعتي 700 بس مش مليون. فهتلاقينا واحنا ماشيين بنقول ده من الكور بيزنس ده من الاوبريشن ولا مش من الاوبريشن. طيب ده بيظهر في الكاش فلو ستيتمنت. نعم بيظهر في الكاش فلو ستيتمنت الكاش ده جاي من الانفستمنت ولا مش؟ النهارده هنبص عليه في الانكم ستيتمنت. فين في الانكم ستيتمنت؟ تمام؟ والمره الجايه ان شاء الله هنبص عليه في الكشف. تمام؟ لان بصيتنا عليه تحت بصيتنا عليه في الـ في الـ في الـ في الانكم ستيتمنت هيتبعها مجموعه من الترمينولوجيز حلوه كده يعني. ابقى افكرك بيها ساعه عشان تيجي بعد الصلاه. طيب جماعه تعالى بقى نبص كده على بروسس. انا هحاول يا ريت بس نكتب تاني على الدايجرام اللي هعمله ده هدفي منه ايه؟ برضه اعرف الاوبجيكتيف بتاع الماده اللي احنا ايه تعبين دماغنا بيه. احنا قلنا بروفيت ماكسمايزيشن وولث ماكسمايزيشن او شير هولدر وولث ماكسمايزيشن. طيب الحاجه الثانيه ان هو سكسس او بيحسن الاوبريشن بتاعت البيزنس صح؟ ال 700,000 اللي جايين من الكوفي والدونتس صح؟ طيب يعني هيخليني بعد ما ابص على اللي حصل ده ان انا ابلان بلاننج انفستمنت. يا ريت يا جماعه نكتب الدياجرام اللي هنعمله على يعني ماشي؟ طيب بلاننج انفستمنت بلاننج انفستمنت ادفكتي يعني ايه؟ يعني مش هستثمر في زايد والحته بتاعت اكتوبر في الايه لما ابص على الفاينانشال ستيتمنت بتاعتي اخر السنه. خلاص قرايتي للفاينانشال ستيتمنت كي سكسس انديكيتور
للبزنس بتاعي، هاو تو درايف ذا بزنس جوين فورورد. صح؟ يعني انا عندي في الشغل، معلش هطلع ثانية، مرة قلت للراجل السي اف او، هو هندي يعني مديري الهندي اللي في الامارات، فبقول له يعني تعالى نعمل زي الشركات بتاع الخدمات الكونتروليه الثانيه الكبار بقى، يعني شلومبرجي وهالبرتون وكده، تعالى ناخد حته ارض ونعملها احنا، يعني لو افترضنا ان ده بير الشغل ادي البير بتاع البترول، فاحنا بنقف بالمعدات بتاعتنا وبالبرسونال بتاعتنا بنعمل خدمات وقياسات على هذا البير. This is simply what we do. شغل بقى. بس دي different يعني set I'll say 6 7 different type of oil and gas activity services activities يعني. فقلت له ايه؟ بمنتهى البساطة، هو راجل هندي كده يعني جميل، فراح جاي ايه؟ قلت له ما تجيب كام مليون عندنا؟ ان بدل ما احنا رينتنج يارد حاطين فيها المعدات ورينتنج اوفيس، تعالى نشتري وتسوي لي وين يعني سيتويشن. فهو طبعا بص لي كده من فوق لتحت، ما عجبوش خالص ان انا اول رد قال ايه؟ هو خلينا الاول قبل الرد، هو قبل ما يرد عليا هو باصص على التيرمز اللي احنا هناخدها بعد صلاح اشتغل بيها، التيرمز دي على البالانس شيت او الفاينانشال ستيتمنتس بتاعت المجموعه كلها هناك في الامارات. فبناء على رؤيته لهذه الريشيوز والعلاقات ما بين الفيجرز وبعضيها، عنده الاجابه واضحه. دي واحد، مش هقدر يعني اوضح اكتر من كده عشان دي خاصه بالشركه. ادي نقطه. النقطه الثانيه ان هو رد عليا رد ده اللي انا عايز اوصله لكم يعني. قال لي احنا we are in the oil and gas services industry, we are not in the real estate industry. هرد عليكم بشكل ثاني، ايه اللي بيخلي الابوار يأبكر ما يروحش يشتري؟ لان الابوار لما يجي يطلع كابيتال ليت سي، يلا خلينا نقول 20 مليون. طيب 20 مليون انا اي ود سي ممكن يعملوا له مثلا يعني مثلا ايه نقول ايه 10 فروع ايجار بتجهيز مكان بكل حاجه بكل بقى العربيات الفليت اللي بتساعد وكل الكلام ده. لكن 20 مليون لو الابوار هيعمل طبعاً. طيب في حاجه خدتوا استراتيجيك مانجمنت يا جماعه ولا؟ طيب الماده اللي احنا بنقولها دي استراتيجيك مانجمنت هما الايه؟ هم الكابستون. هم الكابستون. ماشي؟ يعني لو انا عندي شويه ستون هي دي التاج بتاع الاستراتيجيك مانجمنت، هتربط حاجات ببعضيها، وهنا هتخليك تبص للفاينانشال ستيتمنت اللي المحاسبين عندك شغالين بشكل معين. ماشي؟ طيب انا نسيت كنت هقول ايه. ماشي، يعني باختصار هو رد عليا وقال لي انا وي ار ان ذا بزنس اوف اويل اند جاس سيرفيسز. طيب الفلوس بقى اللي اتوقعها منه هو هيروح يعمل بيها ايه؟ هيجيب بيها تراكس، خلاص، اللي هي يقدر يجيب بيها عقود من شركات بترول اكتر، صح؟ خلاص، ويفضل بيدفع الريت لليارد عندنا وللمبنى اللي احنا فيه ده اللي الاخبار يعني. ده معنى حضرتك ان هو بيفكر في الكور بتاع الاندستري او البزنس بتاعه. فكرتني انت في الكلمه اللي هرد عليك، لان هي دي الرد عليك في الكلمه دي، معلش خطي مش حلو. كور كومبتنسي، كور كومبتنسي، يا ريت تكتبها يا جماعه. عارفينها صح ولا لا؟ الاتش ار. باي ذا واي هي دي في الدنيا كلها. حتى لما تقري السيره بتاعت الرسول عليه الصلاه والسلام هتلاقي فيه يعني الكور كومبتنسي عند كل حد، عند كل جماعه كانوا الصحابه يشتغلوا عليه. الكور كومبتنسي الحاجه اللي بتميز. دونك الدولار بيميزه ايه؟ ان هو اسم امريكي بيعمل دونتس وكوفي امريكي، هي دي الكور كومبتنسي بتاعتي. اروح اشتغل عليه، دي بيقولوا عليها، بصوا يا جماعه كمان بيقولوا عليها كومبتيتف، يا ريت تكتب دي. لا ايدج. هو ده براند، يعني البراند؟ لا مش البراند. ايه اللي خلاك تبقي براند؟ هي ستاربكس باي فار انا يعني ما اعرفش شربت فيه خمس ست مرات في حياتي بس انا ما بحبوش، لكن هو ليه؟ بيجيبوا كوفي بطريقه معينه من لاتين امريكا وبيبقى بروسيست بطريقه معينه وبيبقى سيرف بطريقه معينه في العالم كله.
مره رحت تركيا فبقول له عايز امريكان كوفي قال لي امريكانو امريكانو وراح مطلعه زيه زي اللي باخده في اسكندريه في او اللي خدته في اليوم. طب يعني ايه ده هو عايز يوصل بيه لحته انا بقدم كوفي زي ساندوتش بتاع ماكدونالدز بطريقه معينه دي الكور كومبتنسي بتاعتي دي الكومبتنتيف ايدج بتاعتي دي اللي عملت لي براندنج. فالراجل بقى رجع للسي اف او والناس بتاعت لابوار وكده باختصار عشان نرجع للكور بتاعتنا عملوا ايه؟ ركزوا على الكور كومبتنس بتاعتي الاوبريشنز بتاعتي. يبقى ال 5 مليون اللي انا كنت بقترح عليها لما هنمشي واحنا ماشيين بنبص على ازاي بنبص على ارقامنا هو ببساطه الراجل حط ال 5 مليون فوق في الحته بتاع الاوبريشنز مش عايز يحطها في اي حته ثانيه. حتى لو الحته الثانيه دي هتكسب يعني لو جبنا حته ارض حوالين مننا في المعادي وبعناها ثاني اكيد كسبانين. صح؟ لان هلاقي شركه كبيره او بنك حد جاي ياخدها بس هو عايز يودي الفلوس للكور كومبتنس. تمام؟ طيب دكتور خدمات كنترولز مضبوطه كده يعني ماليش شلامبرجي ولا ماتر اوف فاكت. خلينا ناخد الكبار. شلامبرجي لسه عامله اكوزيشن امبارح او اول امبارح على شركه مصريه بتاع خدمات يعني لا ده زي ده ممكن يبقى الخبر مش كونفيرم دي احد. فده اسمه فورورد انتجريشن. راح جاب حد بيعمل معاه شغل هول سيل دي او باكورد انتجريشن. انا ببيع القلم ده فبدل ما ابيعه بس تحت تعرفوه في الاستراتيجيك مانجمنت اروح اجيب الشركه اللي بتجيب اصلا الانك وتجمعه في شكل البلاستيك ده يبقى انا ربح الشركه دي حطيته في جيبي. ده اسمه باكورد انتجريشن فولورد انتجريشن. عشان اجاوب سؤال حضرتك ده الانتجريشن كلمه انتجريشن اللي قلتها. سؤال حضرتك في حته ثانيه اللي هي الراجل باختصار انا الكور كومبتنسي بتاعتي هي ان انا اروح هنا ذيس از وير اي شود بي سبيشاليزد اتخصص. انا عندي معدات انا شركه اسمها شركه المنصوريه شمال دي انا بعمل المعدات تمام وعليها اشخاص وبنساعد عمليه الانتاج ونقرا روايات معينه ونديها للمنتج زي خده وغيرها يعني. فانا لو معايا 5 مليون اجيب بيها معدات مش اروح اشتري بيها يارد او لاند لان this is how can I make more money. يعني هنرجع تاني لفار او ستاربكس هو ال 5 مليون اللي حطهم في اوبننج 3 4 ويكمل التشين بدل ما يروح يشتري فرع واحد في زايد يكلفه 6 7 مليون في حته قويه يعني ويجهزه. ماشي؟ طيب نرجع للي احنا عايزين نقوله. احنا قلنا بروفيت ماكسمايزيشن شير هولد ويلث ماكسمايزيشن ده اوبجيكتيف تاني ان هو كي سكسس بيساعد في السكسس بتاع البيزنس اوبريشن بتاعتي ازاي؟ ماشي يبقى احنا بس اللي احنا هنحفظه او يبقى في دماغنا ثلاث حاجات. الاثنين اللي انا قلتهم البروفيت ماكسمايزيشن والويلث ماكسمايزيشن والثالثه اللي هو بيساعد ها في نجاح الاوبريشن اكتر. كل الكلام اللي انا هقوله دلوقتي ده هتبقى في كام الصاله يا جماعه؟ 12 بالظبط. 12 بالظبط. طيب الكلام اللي انا هقوله اللي جاي شرح بس الحته دي لكن الثلاث حاجات دي زي ما رسمت البالانس شيت قلت دول لازم وي هاف تو تيك هوم. الثلاث حاجات اللي وي تيك هوم شير هولدر ويلث ماكسمايزيشن ده لون تيرم شويه بروفيت ماكسمايزيشن والحاجه الثالثه هو كي درايفر او كي انديكيتور للايه؟ للسكسس بتاع البيزنس اوبريشن الكور بتاعي الكوفي الكيك بتاع لابتوب. طيب ده لما انا بقرا الفاينانشال ستيتمنت صح فبعمل بلاننج للانفستمنت صح وبالتالي بعمل يا ريت برضه نكتب فاندنج الانفستمنت ادفنت. فاكرين المثال بتاع ال 5 مليون بتاعت الفيلا اللي قدامنا فاندنج دي انفستمنت. يبقى انا هخطط الانفستمنت اللي هو البرانش الثاني من الاكريليك شروب
وبعد كده هاخد القرار ازاي هفضله ايكويتي ولا ديت ولا ميكسشر مكانه زي ما حضرتك بتقول. بعد كده وانا ماشي بحقق حمارة مونيتورنج الاكسبنسز بتاعتي، يعني باصص على الاكسبنسز بتاعتي كويس قوي، اشوف فين الرومز اللي اقدر اعمل فيها كوست كاتنج صح كده، وبالتالي انا اقدر امانج مانجنج دي جينز دي كلها ريليتد للفاينانس. يعني كل حته كلمه سكسس للبزنس او كلمه بزنس اوبريشنز بالتحديد وبروفيت ماكسمايزيشن وشير هولدر ويلث ماكسمايزيشن، الثلاث حاجات دي كلها مين اوبجكتس. ولما نروح للسلايدز تقريبا هقول حاجه كمان زياده عليه، زي اي علم يعني زي ما خدتوا اي كورس قبل كده، كل يعني الاوبجكتيفز بتاعت العلم يكون فاري اهو، بس انا بركز على الثلاثه دول لان هو يعني شايف ان هم دول المين لما تتعلم التولز بتاعت الفاينانشال مانجمنت. تمام؟ طيب نتكلم بس ندرس تحت سكسس تو بزنس دي، يعني حتى يعني الخمس دقايق الفتره دي احد المزايا برضو. تمام؟ حته الكي انديكيتورز بتاعتي انا كراجل فاينانشال مانجر باصص على الفاينانشال ستيتمنت هستفيد بايه؟ ازاي هبص دي احنا بنتعلمها في الاربع مرات، لكن هستفيد بايه؟ انا اقول لك هتستفيد بايه؟ حاجه من ضمن الحاجات ان انا لو عندي ايدل اسيت، يعني ايه ايدل اسيت؟ يعني اسيت نون برودكتيف. يعني ايه؟ يعني باختصار انا عندي 10 ماكينات بيصنعوا الكوفي ده، ف انا عندي 10 بس انا لقيت 8 اوبريتنج، في 2 ليهم قصه، واحده جت وعطلان مش عارف اصلحها، والثانيه الموديل بتاعها الموظفين اللي عندي مش عارفين يشغلوه يعملوا شغل يعني. ماشي، يبقى انا بنظري للارقام بتاعت الفيكسد اسيتس عرفت ايه الايدل اسيت النون برودكتيف اسيت، واقدر اخد على طول ديسيجنز انه هاو تو بوت ات ان تو اوبريشنز او اخلص من المال. ماشي، طيب دي احد مزايا الايه؟ الفاينانشال مانجر اللي احنا بندرسها. كنا اتكلمنا احنا الصبح على موضوع الوركينج كابيتال، هنتكلم عليه لما هنيجي نتكلم عليه هنبص على الكاش مانجمنت. الكاش مانجمنت او الفاينانشال ستيتمنتس اللي انت سالتني عليها هي في كاش انفلو وفي كاش اوتفلو في اي بزنس، ازاي سينكرونايز ما بينهم؟ ازاي اتاكد ان الكاش اللي داخل لي في الشورت ران هيغطي كل الشورت ران او الشورت تيرم مش لايبيلتيز بيمنتس او كاش اوت فلوز. دي برضو من رايتي للفاينانشال ستيتمنتس كفاينانشال مانجمنت صح كده؟ يبقى من الحته دي في تو بوينتس، انا مركز على الكاش ان كاش اوت، كاش مانجمنت، كاش فوركاست، وعمليه الوركينج كابيتال اللي هي اللي هي الكرنت اسيتس ماينس الكرنت لايبيلتيز، ودي برضه هنتكلم عليها ايه؟ اكتر شويه. تمام؟ حاضر. برؤيتي كده عمالين نرسم البالانس شيت، بس بعد الصلاه هنتكلم على الانكم ستيتمنت. لما نتكلم على الانكم ستيتمنت هعرف ابص فيها ايه اللي اوبريشنال وايه اللي مش اوبريشنال. تمام؟ وبناء على كده اخد قرارات ليها علاقه بالسيلز بتاعتي، السيلز بتاعتي من انهو براند احسن، من القلم ده ولا لو انا سمير وعلي ولا من الدستر دي على سبيل المثال، اقدر احط البرايسنج بتاعي. ها حاجه يعني بازل از جيتنج انتو يعني تو ذا هول بيكتشر. ايوه بالظبط. تمام؟ هقدر اكونترول وانا ماشي في الانكم ستيتمنت الديفرنت اكسبنسز بتاعتي صح؟ البي رول الناس عايزه زياده، هنتكلم عن المثال ده شويه قدام في احد السلايدز يعني. وطبعا حاجه يعني ممكن الناس بس بتاعت الاداره كل ده هيكور داون في حاجه اسمها تاكس بلاننج. يعني شركه اديداس ليه بتروح تعمل اللي بيقولوا عليه انترناشونال تاكس بلاننج؟ ليه بتروح ده ملوش دعوه بالكورس بس تبقى انتوا عارفين ليه بتروح تفتح فرع في الصين؟ خلاص دلوقتي نعم خلاص مش هيكون الصين. بس انا كان الاول ايه؟ لو برودكشن كوست، وكان في هناك
يعني التاكس انسنتيفز بتشجعهم عنه يدفع 30+% في اليو اس ما بين الفيدرال والستيت تاكسس على الشركه نفسها. تمام؟ طيب احنا يعني بيالي هنخش هنرجع بقى للسلايدز فبالظبط كده يعني بتوقف عشان الصلاه وقال ايه واحده ربع كويس؟ واحده ربع كويس. واحده ربع Thank you.